تاني، احنا كنا بنقول ان اقل حاجة 3. طب ابتدي بال3 دي ولا ابتدي بال3 دي؟ انا محتارة دلوقتي والله. بيقول لك في يعني في فكرة بتقول انه ابتدي بكأنك لو كنت شغال نورث ويست، وانا لو كنت شغالة نورث ويست كنت هبتدي بدي ولا بدي؟ هاي يا شباب، لو شغالة اللي نورث فوق. ويست هبتدي باللي فوق، فابتدي باللي فوق. دي احد الافكار، وكده كده هتلاقي الاثنين اصلا هيشيلوا. فالمهم ان انا هبتدي بال3، انا هبتدي باللي فوق دي. عندها 200 وعندها 100، فخدت ال 100 واتبقى من ال 200 100. طيب بعد كده في 3 دي، 3 دي عندها 300 وباقي هنا 100 بس، فخدت ال 100 واتبقى من ال 300 دي 200. طيب ايه اقل حاجه بعد ال 3؟ ال 4. طب في 2 4، هل ال 4 دي ينفع تشيل حاجه اصلا؟ ال 4 دي ينفع تشيل حاجه؟ ما ينفعش، عشان من هنا خلصانه، ال 100 دي خلصانه خلاص. لا انا بقول نحل واحده بايدينا احسن، عشان انتوا بتناموا خلاص. تاني كده، ادي هنا 2 مثلا، 1 3 و 10 و 8، وهنا مثلا نحط 9، وهنا نحط 4، وهنا نحط 5، وهنا نحط 6، والتوتالز مثلا هنا 10 و20 يبقى 30، يبقى نحط هنا 70 مثلا، ونحط هنا نحط 40 20 40. يلا عايزين نحل ليست كوست. اقل حاجة، اقل حاجة هي ال 1. ال 1 عندها 20 وعندها 10، يبقى هشيلها كام؟ 10 10، ويبقى ال 10 دي خلصت خلاص. ويتبقى بقى لي 10 هنا لي هنا 10. طيب اقل حاجه بعد ال 1 هي ال 2. ال 2 التوين دي ما عندهاش حاجه خلاص هنا. مفيهاش حاجة طب ال 3، ال 3 برضه ما عندهاش حاجه هنا خلاص، مش ايه هنا. هروح للفايف دي هروح لل 5. ال 5 فور عندها 10 وعندها 70، بالظبط هتشيلها ال 10، ويبقى ال 10 دي خلصت خلاص، وهيتبقى من ال هتبقى 70 60 هيتبقى 6. طيب اقل حاجه بعد ال 5؟ الاول احنا الفور دي ما شفناهاش، معلش انا اسفه، في فور ما انا هنا بقول لحد الاول. الفور تمام، يبقى في فور كانت الاول تتعمل، في 20 و40، خدت ال 20 ويبقى ال 20 دي خلصت، ويتبقى من ال 40 هنا 20. الحمد لله ان 20 هي ما اثرتش على ال 5 قوي، بس في اوقات هتبقى بتاثر. ال 5 كان باقي هنا 20 وهنا 17، كان باقي 10 و70، خدت ال 10 واتبقى 6. اقل حاجه بعد ال 5 ال 6، عندها 40 وعندها 60. هودي ال 40 وبقى 20 هودي ال 40 ويتبقى 20. في حاجه غلط. ما فيش. اقل حاجه بعد ال 6 ال 8، ينفع تشيل حاجه؟ لا ما فيهاش ما ينفعش. طب الناين ينفع تشيل حاجة؟ ينفع ال 20 وال 20 20 و20، فالناين شالت ال 20 كلهم، وتبقى المسألة الحمد لله صفرت. ارجع اكتب التوتال كوست كل رقم في اللي جنبه، ال 10 في الواحد اضرب بقى 10 في 1 وال يس 20 20 في ال 4 تمام، بلس وال 6 في ال 40 40 بلس ال 10 في ال 5 بلس ال 20 في ال 9، كل رقم في اللي جنبه. ماشي. في الامتحان اكتب بقى اكتب الطريقتين دولت وخلاص كده صح؟ او يس طريقة واحدة او اتفر بقى، هيطلب منك ايه يعني؟ ماشي ده بالنسبة لدكتور محمد. تمام. هو كده في حاجة تانية يا دكتور محمد ولا خلاص كده؟ لا هتتكلوا على الله كده، وهبعت لكم فويس نوتس بقى، شوية فويس نوتس كده تانية. إيه التانيين دولت؟ نفس الاكزامبلز بس زيادة بقى بوجل كمان. شكرا لك، يو ار ويلكم يا باشا، مع السلامة. مع السلامة يا باشا. طيب دي نفس الفكره يا شباب اللي كنت بقول لكم عليها، بتاعت انه مش هيديكوا التوتالز، هيديها لكم مساله كلاميه وانتوا بقى تفضوها كتوتالز. هنا يعني هنا هتكتب التوتال بتاع السبلاي، وهنا هتكتب توتال الديماند، وتبتدي ان انت هتفضي. طيب اللي قاعدين معانا، قاعد مين؟ دكتور مين؟ ايه يا شباب؟ أنا دكتور محمد. تمام دكتور محمد، خلاص يعني هما بقية الأمثلة كلها نفس الفكرة. فلو عايزة تتفضلي اتكلي على الله، مش لو عايزة اوريدي اتكلي على الله، احنا بنطردك.
عشان تمام خلاص، هتكمل. شكرا جدا يا دكتور. يور ويلكم يا جميل، بالتوفيق ان شاء الله. بس يعني بصي على بقية الشيت، على بقية المسائل نفس الفكرة بالظبط. تمام. تمام خلاص تمام. مين قاعد بقى؟ بقى دكتور مين؟ مش باقي حد. يا محمد يا طارق ويا أسامة، دكتور مين يا محمد يا طارق؟ دكتور سهير، تمام وأسامة خلاص. ماشي ماشي يا محمد. بص يا سيدي، بعد انت فهمت الخطوة دي ولا لا، بتاعت النور سويت او الليست كوست، فهمتها يا محمد؟ محمد ايوه يا دكتور، تمام. عارف بعد كده في ستاب، ايوه انا مع حضرتك اهو. تمام، في بعد كده ستاب كمان اللي هي الستابنج ستون. عارف الستابنج ستون؟ فاكرها؟ انت عندك خلفية عن المادة ولا ايه؟ طيب انا عندي ايه؟ خلفية عن المادة ولا لسه بتتعرف عليها؟ لا انا اصلا ريست يا دكتور، اوكي. بس يعني اسمه ايه ده، الماده دي الترم اللي فات انا ما دخلتهاش ما دخلتش اصلا. تمام اهو. طيب. ثانية واحدة بس افتح لك. طب يعني حضرت عارف الكلام ده ولا مش عارفه؟ او انا حضرت مع حضرتك مره، كان في تقريبا، قلت حضرتك كان في فيديوهات او حاجه حضرتك تبعتيها لي او كده اشوفها. يا كتير. اه تمام. خلينا بقى اشوف الستابنج ستون اكملها لك هنا. ايه بقى بقيت حل المسألة دي؟ المسألة دي بالنسبة لكم ما بتوقفش لغاية كده، لكن بنكمل كمان انه هشتغل على كل، انا عامل تحسين للحل ده، يعني الحل اللي طلع ده مش شرط ان هو يكون افضل حل، ممكن احاول ان انا احسنه شوية كمان. طيب هحسنه ازاي؟ هشتغل على الخلايا الفاضية، اي سل من السل الفاضية دي. طب هو السكرين شيرنج قافل تقريبا، قفل. ثانية واحدة معلش. انا هشتغل على كل السيلز الفاضيه، فهشتغل مثلا هبتدي بالسيل دي ايه دي، عايزه اعمل حواليها مربع او مستطيل كله خلايا مليانه. تاني انا هشتغل على كل السيلز الفاضيه، عايزه اعمل حواليها مربع او مستطيل كله خلايا مليانه. بلاش المثال ده، خلينا في المثال ده. استنى لحظه واحده معلش، خلينا في ده. فمثلا دي سيل فاضيه اهي، سيل 9 دي، ممكن اعمل حواليها مربع كله خلايا مليانه، مش ده مربع كده كله خلايا مليانه، سيل فاضيه 9 دي، مش ال 7 دي مليانه وال 4 دي مليانه وال 8 دي مليانه، صح يا محمد؟ اه صح. يبقى انا ممكن اعمل كده مربع حواليها كله خلايا مليانه، ويبقى هو ده الطريق بتاعها، المسار بتاعها. يبقى السل دي اللي هي اسمها اليكس ايه مثلا، السل اليكس ايه دي، فانا هسميها ايه ايه، السل اليكس ايه دي. السل اليكس ايه دي المسار بتاعها بقى ماشي ازاي؟ ببتدي من السل الفاضيه اللي هي 9، 9 ماينس 7 بلس 4 ماينس 8. يعني ايه؟ يعني كتبت السيلز المليانه بس وزعت الاشارات كالتالي، اول واحده بلس، ثاني واحده ماينس، بعدين بلس، بعدين ماينس، فبقت 9 ماينس 7 بلس 4 ماينس 8، تاني 9 ماينس 7 بلس تمام. 4 ماينس 8. طيب 9 ماينس 7 ب 2 بلس 4 يبقى 6، 6 ماينس 8 بنيجاتيف 2. طالما حاجه بالنيجاتيف يبقى هتنفع ان هي تحسن الحل، بس انا هختبرهم كلهم الاول وبعدين اختار واحده بناء عليها. بس بس يلا ثانية واحدة. يحيى سيب ده، سيب ده بتاع ماما يحيى. شوف كده.
معلش يا محمد، يبقى دي على السلة علمك غلط. الأولانية. تمام. طيب عايزين نشوف السل دي. السل دي ينفع يبقى حواليها مربع أو مستطيل كله خلايا مليانة؟ السلة أربعة دي. الفايف والايت والفور. يس، برافو عليك. بس نقولهم بقى صح. أنا ببتدي من السل نفسها الفاضية، يبقى 4 ماينس 5 بلس 8 ماينس 4 اهي، 4 ماينس 5 بلس 8 ماينس 4. طب ينفع العكس؟ اه مفيش مشكلة، ممكن 4 ماينس 4 بلس 8 ماينس 5، هي هي. تمام. المهم اللي ببتدي منها هي اللي بتبقى بلس أول واحدة. طيب 4 ماينس 5 دي هتطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف الأول؟ 4 ماينس 4 هيروحوا مع بعض، و8 ماينس 5 ب 3، طالما بوزيتيف دي هتطلع بوزيتيف 3، فتبقى مش هتنهانس الحل، فهشطبها كده يعني مش هشتغل عليها. هشوف السل تانية فاضية، وليكن السل 3 دي برضو المسار بتاعها سهل، شايفه ولا ايه رأيك؟ قول لي كده، ده 6 و7 ومفيش اي 4. 6 في الموضوع، مفيش ولا واحدة فيها أو 6. بصراحة انت حضرتك قلت 3 صح؟ يا سلام، في 3 دي مش 3 و4 و7 و6 3 و4 و7 ودي 5. او 5؟ دي 5 انا مش شايف، دي 5. 3 معلش و4 و7 الحمد لله و5. 3 و4 و7 و5. طب نوزع الإشارات، يبقى 3 ماينس 4 ماينس بلس ماينس. ده 7 ماينس 5. طيب 3 ماينس 4 بنيجاتيف 1 بلس 7 يبقى 6 ماينس 5، دي هتطلع بوزيتيف برضه، مش هتنهانس الحل. ده فاضل ايه؟ فاضل السال دي بس. طيب تعالى نفكر كده مع بعض، ينفع ده؟ لا تقريبا لا. لا عشان في فاضي. تمام. طب ينفع اللي بعيد ده؟ ينفع من 3 ل 5 ل 8 ل 3 لا برضه. عشان 3 فاضية. طب ينفع 3 4 7 5؟ ينفع لا. 3 ما ينفعش عشان الفور فاضية، صح؟ تمام. فما ينفعش 3 4 7 5. طب كده يعني ولا واحدة نفع، لا نفع المربع القريب ده، ولا نفع المربع البعيد، ولا نفع البعيد ده، ولا واحدة نفعت، يبقى امشي على كل السلز المليانة كلهم. يبقى أنا بادية تمام. بالثري، أول حاجة مليانة ممكن تقابلني تبقى إيه؟ 5 تمام. طيب بعد الفايف مليانة، الايت لا امشي بالترتيب. اه انت هنا ماشي 3 5 8. تمام. بعد الفور الايه؟ والسيفن الفور، وبعدين السفن، وفايف. بعدين الفايف، وكده ابقى رجعت تاني. يبقى انا رحت من الثري للفايف، وبعدين للايت، بعدين للفور، بعدين للسفن، بعدين للفايف، ورجعت تاني. كده يبقى زي الفل جدا. طالما عددهم طلع زوجي، مش دول عددهم 6 يعني رقم زوجي، يبقى فعلا هينفع. فاضل اوزع الاشارات، انا اول واحده بتبقى بلس، يبقى اللي جنبيها هيبقى ايه؟ ماينس، بعدين بلس، بعدين ماينس، بعدين بلس، بعدين ماينس، وبعدين اطلع بقى بيساوي كام. عاده هيطلع رقم بوزيتيف برضه، فمش هيحسن لي الحل. يبقى دي كيس سبيشال كيس، اللي هي ما ينفعش لا مربع ولا مستطيل ولا حاجه خالص، فاضطريت ان انا اعدي على كل السلز المليانه، عملت شكل كده شبه الحلزونه شويه. يبقى الوحيده اللي تمام. بتنهانس معايا الحل هي النيجاتيف 2 دي. طيب النيجاتيف 2 دي اللي هي كانت جايه من اليكس اي، اللي هي السل دي، اعمل ايه بقى؟ اوزع الاشارات على الرسمه، يعني هنا كان بلس صح، وبعدين ماينس الاشارات بتاعت المسار بتاعها، وبعدين هنا كان في بلس، تمام. وبعدين هنا ماينس. عيني على الاثنين الماينس اللي فيها، واحدة 8 وواحدة 7، اللي هما الاثنين الماينس دول، واحدة كانت شايلة 200 وواحدة شايلة 100. الأقل همسكها في إيدي، الأقل بمين؟ ال 200 ولا ال 100؟ 100
امسكها في ايدي، الاقي اشاره ماينس يبقى اشيل 100، الاقي اشاره بلس يبقى ازود 100. طب انا هنا عند الماين بلس ولا ماينس؟ 9 بلس بلس، يبقى هحط 100. طب هنا ماينس يبقى هشيل المية، ماينس ويبقى هنا مفيش حاجة خالص. هنا بلس يبقى هزود 100، فبدل ما هي فيها 100 يبقى هيبقى فيها 200. 200 200 تمام. هنا 200 وهي إشارة ماينس، يبقى بدل ما فيها 200 هيبقى فيها كام؟ 100 100 بس. وأقوم كاتبة التوتال كوست الجديد، كل رقم في اللي جنبه، ال 5 باي 100 بلس 8 باي 100 بلس 7 باي 100 بلس 4 باي 100 بلس 5 باي 200. تمام؟ يبقى تاني أنا اخترت السيل دي لأنها الوحيدة فيهم اللي بالنيجاتيف. طب لو كان في 2 نيجاتيف، واحدة نيجاتيف 2 مثلا، واحدة نيجاتيف 4، كنت اختار من فيهم؟